والله أنا محتارة، أعطيتني الهوى بس قاعدة أشوف أشياء يمكن الكثير يحتار، ولما يوصل لخلنا نقول المقاهي اللي يرتادها دائما ويحب يشرب منها قهوته ويشوف الأشياء الثانية ممكن تكون سناكات موجودة يحتار شنو ياخذ. وأنا أول واحدة أحتار يعني بصراحة، أحاول كثر ما أقدر أخذ الشيء اللي فيه اللو كالوريز، اللي فيه أقل دسم أقل، بس الأشياء تزهلق قدامنا فنحب نذوق نحب نتشوق حق هالأشياء. بالتالي اليوم معاي الأستاذة أماني النوري اختصاصية التغذية العلاجية، حتى تكلمنا اليوم وتحطنا على الطريق الصحيح شلون ممكن نختار الغذاء اللي نحبه ونحب ناكله بالكافيهات تحديدا، خاصة ان الحين الوضع صاير كله كافيهات والناس كلها قاعد تطلع تسولف وتتلاقى بالكافيه، فبالتالي تبتاكل يعني اكيد ما تبتجابل بعضها كذي، لكن تاكل وتشرب فتحتاج الى توعية. يسعد صباحك غادة، هيا ان شاء الله اماني سلمت وحظك. شلون المنظر اللي قدامك؟ والله المنظر عجيب ورهيب، بس في اشياء اكس عليها ممنوعة وفي اشياء يعني الواحد لابد انه ياخذها تلافيا لكثير من الاشياء اللي ممكن مضرة تصير من بعد ما ياخذ الاشياء الدسمه. خلينا نقول هو شوفي اختي غاده، ما في شيء اسمه ممنوع. احنا عندنا ان 10% او 20% من سعراتك او حاجتك اليوميه ممكن تاخذينها على هوا النفس، لان النفس اكيد تشتهي. يا ويلي على النفس ايش تشتهي؟ حتى احنا كاختصاصيين ترى على فكره ناكل صادقه، بس مو بشكل يومي يعني. في ايام ممكن ان انت تاكلين فيها على المشتهى، وفي ايام لا والله اختياراتي احب عرفتي ان موازنه، فيها موازنه صادقه. واحب اضيف اختي غاده ان الحين 93% من الكويتيين قاعدين ياكلون برا البيت صادقة، مو داخل البيت صادقة. يعني بالكافيهات والمطاعم وهذه الامور. فالافضل حتى وان كليتي بشكل يومي بالمطاعم انك تختارين الاختيار الصح، يكون ذكاء في الاختيارات. بالضبط. طيب انا الحين دخلت الكافيه وابي اطلب القهوه، خلينا نبلش بالقهوه تحديدا. طيب. انت جايبه معاش احجام معينه، شنو الاحجام المفضل استخدامها وشنو نوعيه القهوه اللي نطلبها حتى يعني نحافظ على اللي يدخل جسمنا يكون شوي صحي؟ خلينا نقول حلو. بداية أكثر الكافيهات أو أغلب الكافيهات قاعد يحطوا لك اللي هو حجم الـ 16 أو 12 أونس. 16 أو 12 أونس هذه عادة تكون أو تعادل ما بين كوب ونص إلى كوبين، اللي هو التول سايز المعتبر. إحنا بالعادة نقول لا كوب واحد أفضل، لكن طالما أن أنت طلبتي كوب ونص فأنت حطي في بالك أن في زيادة بالسعرات قليلة. طبعا أفضل الاختيارات بما أنك تطرقتي الموضوع ممكن ان ناخذ الكابتشينو. كقاعده اساسيه اذا ابي اخذ اي وجبه خفيفه سواء كانت قهوه سواء كانت اكلات، لابد انها تكون اقل من 200. اقل من 200 هذه حق معظم الاشخاص كشيء تقريبي كسناك، اقل من 200 سعره حراريه. فاذا باخذ مثلا كابتشينو وبهالحجم هذا، ويكون بعد هم افضل اذا اخذه قليل الدسم او خالي الدسم بدل ما اخذه كامل الدسم. هذا انا خذيت 150 سعره حراريه، 110 تقريبا الكابتشينو. 110 كالوري، 110 ل 150 على حسب، واذا ضفتي له سكر بعد انت زدتي السعرات اكيد، فهم تحسبين حساب هذا الموضوع. ايضا عندك اللاتيه، ممكن ان تطلبين السكيم لاتيه او اللوفات لاتيه. عندنا بعد الامريكانو، هذه بعد زيرو كالوري. او بالضبط. القهوه البلاك كوفي او الاسبريسو. صحيح. التركيش كوفي، هذه كلها هم زيرو كالوري. لكن شنو اللي يضيف لها سعرات؟ لما نحط سكر. صحيح. لما نحط لها سكر. حلو. فهذه اختيارات للمشاريب. للمشاريب. نعم. تكون كابتشينو، لاتي، اسبريسو، حتى امريكانو. حتى الشاي، جميع انواع الشاي عندك تقدرين تاخذينه، ما عدا الشاي اللي هو يكون الفليفرد الايس تي اللي يكون فيه بعد سكر مضاف. صادقة. او اللي يكون نكهات معلب. معينة. نعم. هذه ممكن نبتعد عنها او ناخذها يعني على نقول مره مو اكثر. حلو. انزين بالنسبه هذه خلصنا القهوه وتفضلين طبعا اللي هو الكب الواحد اللي هو القياس الواحد اللي هو الشورت. هذا كوب ونص او الكوب ونص اللي هو التول سايز. نبتعد عن الجراندي وهالسوالف واخرى عنهم احسن. انزين بالنسبه للاكل اماني، وين نروح وشنو ناخذ من انواع الاكل الحلو تحديدا؟ خذ القهوه يبي الحلو. طيب بالنسبة معلومة بالنسبة للقهوة، ترى كثرة استهلاك القهوة ممكن ترفع عندنا معدل المحيط الخصر. وأيضا لأن قهوة، أنا الحين شوفي قهوة
قليلة بالسعرات، ما فيها سعرات صحيح، لكن كثرة استهلاكها لأن فيها كافيين وفيها مادة معينة أيضا موجودة في القهوة ترفع عندنا الكوليسترول الضار وترفع عندنا محيط الخصر. هذا اللي عارفة أن الحلو والنشا هو اللي يرفع هذا، لأن قاعد أقول لك لأن في بالقهوة مادة، هذه المادة راح ترفع عندنا، يعني ماكو فايدة لا طبنا ولا غدا شاي. لا هذا في حال الكثرة، في حال الكثرة. أما في حال أن أنا ماشي على الطبيعي اللي هو ما بين خلينا نقول كوبين إلى ثلاثة باليوم، الكوبين اللي هم الصغار إيه؟ فإذا باخذ كوبين من هذا أوكي أنا بالسليم حلو. أما إذا باخذ هذا أو هذا اللي هو الأحجام الكبيرة اللي هو كوبين وكوبين ونص، أنا كذي أخذت أكثر من حاجتي من الكافيين، خذت وجبة كاملة وبسرعة راح تيوع عقبها بالضبط، بالأخص إذا كان فيها إضافات. حلو. فهذه معلومة حبيت أشارككم فيها. بالنسبة هذه للقهوة الحارة، القهوة الباردة اللي هو يقولون ساعات يكون الكالوريز مالها أقل من القهوة الحارة، صح؟ نعم، لأن إضافة الثلج لها وكذي، فممكن أن تقلل من السائل نفسه. طيب شو تنصحين بالبارد؟ بالبارد ممكن أن نأخذ نفس ما قلت لك الآيس لاتيه مثلا، آيس كابتشينو. ممكن أن أخذ الفرابتشينو نفسه، لكن أن أقلل من الإضافات، الكراميل وغيره، هذا اللي مطلوب في إيتش لايت الكراميل أو أن سعرات حرارية أقل، يعني ممكن استخدامه ولا يفضل ابتعاد عنه؟ هو شوفي يفضل ان الواحد ياخذ بدون منكهات، لكن في حال اذا الشخص حب واشتهى هذا بدال الشكر اي فيحط في باله ان الكريمه نفسها فيها 100 اضافه 100 سعره حراريه الكريمه بروحها. الكراميل الكراميل بيضيف طبعا على كل ملعقه طعام، هم راح يرشولك ما راح يحسبونها ولا بيحس اي، فاذا بيرش هذه تقريبا ما بين 100 200 سعره حراريه، وجبه والله وجبه كامله. فعلشان كذي احنا قلنا ننبه من باب انه والله اذا الواحد بيشرب حتى وان خذ الفرابتشينو العادي اللي فيه كراميل وهذا، ممكن انه ياخذ مع جلاس صغير، جلاس صغير مثلا على جنب، ويصب ويشارك مع اللي حواليه اللي معه حتى تتوزع الكالوريات كلها على السيرفنج سايز. بالضبط. زين الهات شوكليت، انا شايفه عندك الهات شوكليت اللي هو المشروب الكاكاو الساخن، شنو وضعه؟ في ناس تحبه وفي ناس يقول تقولك لا يعني هم في كالوريز وايد. اي اكيد بالنسبه الهوت شوكليت ممكن ان الواحد ياخذه، لكن ياخذه بروحه ما ياخذه، وياخذ الحجم الصغير. في الحين بعد الهوت شوكليت اللي يكون الدارك شوكليت، اي بالضبط، إيه فهذه ممكن ما ادري بعد الناس ممكن انه ما تحب شوي في مروره، اي ممكن انه تاخذون العادي، لكن تحسبون حسابكم انه يكون حجم صغير ويكون بروحه، ما يكون بعد صنف ثاني معاه من الحلويات. جميل. انزين انا الحين طلبت القهوه لازم اطلب معاها حلو، في ناس ما تطلب تكتفي بالقهوه يكون فيها حلاتها، بس في ناس تبي الحلو، يعني انت شايفه الوافل وشايفه انا واحده احب الوافل صراحه، الدونات وغيرها والكيكات واشكالها وارناقها، يعني بصراحه تخلي الواحد يتشوق ولا ومزهلقه بالباترينه، يعني تقول خذيني. لا بالعكس، انا مو ضد سالفه ان الواحد ياخذ الحلويات هذه، لكن الوافل ممكن انه يشاركها. شوفي عندك هذه حبه أربع الوافل اي إيه؟ اربع قطع، ممكن ناخذ الربع، ليش اخذ البورشن سايز الكامل اللي يعطوني؟ طيب الكريب مو اخف منه؟ الكريب ايوه اخف اي، يعني إيه؟ لان هذه وايد عجينها وكذي. بالنسبه حق السعرات الحراريه في الوافل اللي قدامك هذا تقريبا يعادل من 700 الى 800 سعره حراريه، ممكن حتى مرات يوصل 1000 على حسب الاضافه اللي يحطونها. لان انا شنو اقول حق المراجعين لما تروحون كافيهات، حاولوا ان الكاكاو نفس السيرب مو هو اللي يصب لكم اياه، انتم تيون وتصبونه على يا ويلي يغرقونه يغرقونه اي يعني بحر كاكاو. لا وفي ناس بعد يجون ويطلبون يصبون بزيادة إيه؟ وفي آيس كريم وفي ناس يطلبون الكريمة وتقول حق الناس ضعفة والله شو يسوون يعني يشوفون هالحلوة. قاعد أقول ناخذ ربع من الوافل، على الأقل قصينا ثلاثة أرباع السعرات اللي موجودة فيه، وما يخالف حطوا فوق الكاكاو، لكن أنتوا بعلمكم وبالطريقة اللي أنتوا تصبونها فيها، أما أن الجرسون نفسه يصب لا. أي بالضبط فيها. يعني اعتمدوا على نفسكم بتقدير الكمية اللي تحطونها على الوافل القطعة مالتكم تحديدا. إنزين بالنسبة حق المعجنات الأخرى مثل الدونات، مثل التشيز كيك، مثل الكيكات الثانية، مثل السينابون اللي قدامنا، مثل ما انت شايفه الدونت هنا عندنا تقريبا يعادل بالسكر، كميه السكر اللي فيه هو تقريبا 300 سعره حراريه بالدونت الكبيره، ففيها ملعقه وربع
من ملعقة الطعام، ربع من السكر، وإحنا قاعد نحاول كثر ما نقدر أن نقلل. ما أدري إذا سمعتي بهالمعلومة أختي غادة، حاجة المرأة من السكر أو خلينا نقول الحد الأقصى من الاستهلاك راح يكون 6 ملاعق صغيرة من السكر. هذا خلال اليوم كامل. صح، والرجال 9 بالضبط. فإذا أخذنا مثلا قطعة الدونت هذه، إحنا أخذنا 3/4 الحد الاقصى من يعني السكر. بس بعد ماك وشكر طول اليوم بس هذه وخلاص. اي هذه ويوقف، عاد ما ياخذ لا وجبات مصنعه ولا كورن فليكس. حتى الكورن فليكس على فكره في طبعًا سكر طبعًا. فاحنا قاعد نتكلم عن جميع الوجبات. نعم. ايضا عندنا بالنسبه حق التشيز كيك والسينابون، السينابون يعادل له 3/4 الحاجه اليوميه اللي احنا قاعدين ناخذها، فالافضل ان نشاركه مع اشخاص نحبهم. بالضبط. او ان هذه النصيحه جدا مهمه، تشاركون قطعه الحلو مع الكل والجميع، حتى تاخذون انتم اللي تشتهونه وخلاص الشهوه خلاص تطفي، وبالتالي الكل كله معاكم من الحلو نفسه، وتحافظون على السعرات الحراريه اللي تدخل في الجسم. واليوم الفري هذا لا يصير عفسه وايد عشان ما يضرب. انا كل ايام فري على فكره، بس انه ناخذ بحدود. اي بالضبط، بكل يعني تقنين للاكل اللي تاخذونه. شكرا اماني، بصراحه نورتينا واعطيتينا معلومات جدا مفيده. للي محتار شنو ياخذ من الكافيهات، وضحت لكم اماني نوري شنو ممكن تستفيدون من وجودكم بالكافيهات اللي موجوده في الكويت الرائعه. شكرا وجودك معنا في صباح الخير يا كويت. قفال مخرجنا، مخرجنا معاي، ختامنا اكيد راح يكون مع اماني اليوم نوري، وهذه النصائح الجميله عبر صباح الخير الكويت. لا تنسون حطوها في البال والاعتبار، اكيد من البيت العام الكويت مناصر كنا معاكم، كن دايم سلام.